a very very difficult team to play against. كان فريق صعب جدا نلعب معاه، خاصة الشوط الأولاني كان صعب جدا. A team that plays their own tactical way, the way they play. Just continue. They have their formation of a 3-4-3, and they are very good at it. You have to respect it and understand it. هو بيلعبوا بطريقه 3 4 3، ودي طريقه تحترم ومفروض نشتغل عليها ونذاكرها قبل ما نلعب، يعني لعبوا بالطريقه اللي احنا كنا متوقعينها. They have a very good, passionate, powerful coach. عندهم مدير فني كبير ومحترم ومتحمس وعنده قوه فنيه. Very good character, strong character and drives the team. عنده شخصيه قويه وبيعرف يقود الفريق كويس. When you play it hard, you must make sure you have saved your energy levels enough. بتلعب مع فرقه زي فرقه الاتحاد، المفروض بتحافظ على طاقتك وعلى نفسك طول الماتش عشان الماتش يبقى صعب، ماتش بدني صعب. Because they'll give you a Mike Tyson game, boxing game. ده كأنه ماتش ملاكمة بتاع مايك تايسون، ماتش قوي جدا في قوة بدنية. So you need to go through that phase of that kind of intensity that you get. تحاول قدر الامكان تتواكب مع الشده العاليه لاداء المباراه. And weather the storm and go with the storm is heavy and be ready for what you're gonna get. تبقى زي العاصفه، تبقى زي العاصفه، تبقى نفس حمية العاصفه، تبقى جاهز في اي وقت. يعني انا قصدي ان في شده بدنيه عاليه المفروض تبقى جاهز وحاضر في المباراه. But you know the storm always comes down. انتوا عارفين طبعا العاصمه دايما بتهدى بعد كده. Then you can strike. وممكن بعد كده بتضرب بقى. So they are a very good team that plays very very good on transition. فرقه كويسه جدا وبتلعب بتحول من دفاع لهجوم كويس جدا جدا. Fast transitions. وبيتحولوا بسرعه، في سرعه في التحول. And it's not the first time we played them even in Swiss. مش أول مرة لعبنا معاهم في الدور قبل النهائي في السويس في الكاس. And I saw their match against Pyramid. And I saw their match against Moa. And it came out exactly the way the tactic was in the first half. وشفت مباراتهم مع بيراميدز ومع سموحه ولعبوا بنفس الطريقه بنفس الخطط الخطه يعني فنيا اللي اتلعبوا بيها الشوط الاولاني قدامنا. وانا قلت لعيبتي قبل الماتش ده انا قلقان جدا من المباراه دي. وقلت هتبقى مباراه صعبه جدا وبالفعل كانت صعبه خاصه في شوطها الاولاني. We never allowed them to go on transition a lot. لكن احنا لعبنا باسلوب مختلف ونجح ان هم ما نسمح لهمش ان هم يتحولوا من دفاع الهجوم كتير. And we were just doing a little bit opposite that than what they do, because they usually want you to come and go. So we waited for them and then a little bit patient, and then we found opportunities to go and we got those opportunities. واحنا لعبنا بطريقه يعني لعبنا بذكاء، اتعاملنا ماتش بذكاء، ما لعبناش بالطريقه اللي هم عايزينها مننا ان احنا نروح لهم، لا احنا كنا بنستنى هم يجوا بنخلق الفرص عشان نسجل وجات لنا الفرص وسجلنا، لا هتلاقي الفرص سجلنا منها اكتر من مره. This is a very good team. I respect this team. الفرقه دي انا بحترمها جدا، فرقه اتحاد، فرقه كبيره جدا وبحترمها جدا. We're just a little bit matured and a little bit was the right way, a little bit experienced to know how to play this game. المفروض بس يزيد لهم شويه خبره بسيطه بس ازاي يتعاملوا مع ماتش زي ده، لكن بخلاف كده وفرقه كبيره قوي. وده ده ده اللي كان نقطه الاختلاف بين دي اللي ادتنا الافضليه يعني الخبرات. اتفضل. ازيك يا كابتن عبد الحليم؟ الحمد لله على السلامه. ويلكم باك. فتره عصيبه. ديفيكولت فور يو فور ذا بروجرام. ويلكم باك تو ستيف. كونجراتيشن فور ذا بانك. على What do you think about the
احمد ياسر غيان سترايكرز وتعليق حضرتك النهارده على البيان اللي صدر من نادي سان داونز بخصوص مفاوضات مع سيفينيو. هل في بديل لصفقه ثانيه قادمه لهجوم الاهلي، ولا الاهلي هيستكفى على كده وهيبتدي يشتغل على الموجودين؟ شو هاد الدبل كويشن فيرست كويشن افتر ذات وي كم باك محمد شريف اند احمد ياسر غيان انت راح مصر دو يو فيل ذات هاف ا جود سترايكرز وي هاف ا جود سترايكرز ذات وذ محمد شريف you feel comfortable with them in the first part. The second part of the question, other declaration today with the, from the club Sundowns, they've been official that Serena will not come to Al Ahly. So we have an alternative plan to other players, or we will continue like this? We made a commitment that we will give Sharif a chance to play as a nine. احنا كنا ملتزمين ان احنا نلعب محمد شريف مركز نمره 9 مركز راس الحربه. انا عارف ممكن بيلعب على الطرف كوينج كجناح. بس لازم طبعا حمل الماتشات كتير فبيتقاسم الماتشات مع مروان. عشان نشوف برضه فكره راس الحربه هنوصل لايه؟ هنستقر على مين؟ من وقت ما حطيت محمد شريف كراس حربه. ثلاث ماتشات اعتقد سجل ثلاث او اربع ماتشات مش متذكر في ثلاث ماتشات. واعتقد لو تبص برضه لسيف مباريات والفرص اللي لاحت ليه كان ممكن يسجل اكتر كمان. المفروض نصبر عليه شويه. لما مروان يبقى عنده مشكله في ركبته. نحط ثقتنا برضه في محمد شريف لان مش ممكن هو بيقول حضرتك ان هو اصلا ده مش مركزه بيلعب وينج ما ينفعش ندي الحمل كله على احمد ياسر ريان بس لوحده فالمفروض لما يكون مروان عنده مشكله في ركبته بندي وقت لمحمد شريف وصلاح محسن برضه راس حربه بس محتاج يبقى عنده خبرات اكتر محتاج تزيد خبراته شويه ومش سهل طبعا تاخد وقت بالنسبة لموضوع سيرينو حضرتك اتفضلت وقلت عليه؟ احنا يعني ده اللي حضرتك قلته ده هو الوضع الحالي هنعمل ايه؟ يبقى الترنتيف ذا اذر وان كان نيجوشيت يا ميبي يو نيد ميبي يو دونت يمكن نحتاج يمكن ما نحتاجش sometimes you're looking for something that you have in your house ساعات بتدور على حاجه بتكون موجوده عندك في بيتك مش محتاج تشوفها بتدور عليها بره اعتقد دلوقتي محمد شريف بيقوم بالدور المفروض اللي احنا بندور عليه ويديله ثقة كاملة ان هو يبقى موجود ويديله ثقة كاملة وطبعا هيتنافس هيبقى في منافسة بينه مروان محسن على راس حربة نمرة 9 واحمد ياسر ريان كمان مستواه يزيد But we'll see if we find something special. Why not? Because we have the Club World Cup, and we have to defend the CAF Champions League trophy. We have to defend it. بقول طب بس لو ايه اللعيب بوصفات خاصه ليه لا انا ما اتعاقدش معاه احنا عندنا كاس عالم للانديه المفروض برضه ندافع ان احنا ابطال افريقيا المفروض برضه نظهر بالصوره المناسبه. وعندنا كاسين سوبر. المصري والافريقي يعني المفروض برضه يبقى احنا جاهزين. المفروض ممكن ندعم نحتاج ندعم لعيب او اثنين الوضع المثالي بالنسبه لي ان احنا ندعم باثنين لاعبين بس لعيبه يكون يعني مواصفات خاصه مميزه. We just need to make sure that when Afsa is not here, we can get the goals. When Shahad has not been here, we've been getting a few goals. And Karaba is gaining momentum with the goals. His physical condition is coming up slowly. I'm building it up to play 90 minutes. He's not yet there. And Walid has been out with Corona also. هو بيقول محتاج لعيبه بتكون بخصائص مميزه في الحته الهجوميه احنا دفاعيا وخط الوسط مش محتاجين بس محتاجين لو حسين الشحات مش موجود او
او قفشه مش موجود، يبقى عندنا لعيبه بخصائص مميزه ممكن تجيب لنا اجوان. كهربا دلوقتي مستوى بدا بيعلى، ممكن دلوقتي يوصل يلعب 90 دقيقه. وكابتن وليد سليمان برده بقاله فتره كان غايب عشان خاطر الكوره بدا يرجع. الحمد لله كونتينيو الحمد لله ويني. بس الحمد لله احنا بنكسب بنلعب بالموجود. هو بيقول حقيقة ان ممكن يبقى في قدام في ندعم بصفقات في الشق الهجومي مش الدفاعي ولا وسط الملعب. Congratulations, welcome back to London. Congratulations for the meeting of today. We are doing the press conference. They ask it. The football director of the Etihad Club. With commitment about you and other coaches saying that anybody can train Ahly, can win in even the worker, Amma Haris, even the head coach, even Amma Haris, the worker. He's a head coach of Ahly, we can win titles. What is your plan? Anybody can do what? Can be a head coach of Ahly, any head coach of Ahly can win a trophies. Even Amma Haris, the worker here, if he's responsible. Who said that? The football director of Ahly Club, of the Etihad Club, Captain Ibrahim Hassan. You know Ibrahim Hassan? نائب العام ولا مدير الكورة؟ مدير الكورة. ده فوتبول دايركتور. بس ده افضل يو رايت تو انسر. Yeah, but this is opinion, okay? ده رأيه هو، بحترمه. ده رأيه خلاص، نقول ايه فيه. دي وجهة نظره يعني. Maybe you can say that about Real Madrid. ممكن تقول ده على ريال مدريد، برشلونه، مانشستر سيتي، برضه الفرق الكبيره ممكن تقع عليها كده برضه. باريس سان جيرمان. بس انا اعرفه انه في كره القدم مش كده يعني. لو كان الوضع فعلا كده كنا كسبنا بطوله افريقيا 7 سنين اللي فاتوا مع النادي. يعني فرقه كبيره ومحترمه. We play because we do a lot of work on our opposition. بنلعب وما بنكسبش مش عشان خاطر احنا الاهلي، بنلعب عشان بنعمل شغل كويس. Because you are Ali. احنا ما كسبناش قدام الاتحاد، ما لعبش قدام الاتحاد وما كسبناش عشان خاطر الاهلي. How their strength and their weakness, and if it's that easy, why didn't Pyramid win? احنا هو بيقول لحضرتك ان هو مش معنى ان احنا الاهلي نكسب بدليل ان احنا اشتغلنا كويس وحضرنا المباراه، بدليل فرقه زي بيراميدز خسرت من الاتحاد. احنا بنحترم الخصوم دايما. Welcome back. هو خد 6 أو 7 دقايق في بدايه المؤتمر. He spent 6 or 7 minutes at the beginning of it. That was the respect of the team we beat them 4-0. Yeah, if the respect you give to the opponent, even you won 4-0, but you give them respect to the opponent. So you talk about the advantage. زائد عايزين نعرف سبب استبداد حسين الشحات. You won the whole year, you make it respected. Why you make it and why you replace Mohamed Hezron? هو السؤال مش واضح يعني، عايز حضرتك عايز تقول ايه؟ يعني مقصوده بايه؟ Did you see the score in the first half? بيقول لك هو فعلا فرقه كويسه. شفت شفت الماتش السويس بتاع الكاس سجلوا ازاي في الشوط الاولاني؟ دي فرقه كويسه يعني، هو ما فيهاش يعني، هو مش يعني هو مش مجامله، هو حقيقه فرقه كويسه. مباراتهم قدام سموحه وقدام بيراميدز. انا مش من نوع المدربين. حسين الشحات. حسين الشحات. راجع من العمليه في ظفره. اتمرن 3 ترمينات بس معانا. So we are building him up for the next match. بنحضره بنجهزه للماتش الجاي. He was not supposed to come on as early as now. هو كان المفروض احنا كنا مخططين ان احنا نلعبه بس ما نلعبوش بدري كده، فلعبناه فحاولت احافظ عليه عشان عندها ماتش. للاسف طاهر اتصاب بدري قوي في المباراه فاضطريت اغيره فاخدنا. للاسف طاهر مش محظوظ، بيجي له اصابات كتيره وما بيكملش المباراه. هو عمل ماتش كبير قوي النهارده، ماتش رائع. طاهر. واكتسب ثقه خلاص، هو اتكلم معاه قبل المباراه. هو بيقول له لما راجع من كورونا اتفرج على ماتشات الماتش اللي فات واتفرج على لقطات الفيديو في التمرين، قال له انت محتاج بس تاخد ثقه، تاخد الكوره وتروح بيها. المفروض يبقى عنده يفكر في نفسه ياخد الكوره، وعنده ثقه في نفسه ياخد الكوره ويزيد بيها، يطلع بيها، يروح بيها. واعتقد عملها النهارده.
وعمل اسيست كويس قوي، خد الكوره وزاد بيها وحطها الكهرباء، هو ساف جول الاولاني وعمل اسيست جول الاولاني. طب قلت له طبعا بياخد فرصه لانه بيجي في نادي كبير طبعا محتاج ياخد محتاج نعلي مستواه. طبعا واحده واحده لسه جاي جديد لك طبعا، زي حسين الشحات عنده خبرات كبيره. حسين الشحات هادي في منطقه الجزاء، بيعرف يستلم براحته وبيعرف يسجل، بيلعب هادي على كورته.